احنا وعدناكم بحلقات خاصة، واليوم اخترنا الشمندر لنشوف كيف فينا نستخدم هيدا الخضار نستفيد من فوائده. شيف ملك، انا شايفي في كتير شمندر اليوم. في عندك هونيك شمندر وهون شمندر اللي حاطيك اياهم. يلا بلش فيهم. يلا فاليوم حنعمل سلطه بشمندر، تارت بشمندر، حمص بشمندر، وحنعمل ستيك مع بيوريه شمندر. اوكي يلا بلش بالسلطه. هي فيها شمندر، فليفله حمراء اورانج وخضراء اورانج، خيار، عصير حامض، وايت بلسميك. انت اكيد شايف البلسميك فينيجر هو اسود، في نوع ابيض بيه اخف شوي، زيت زيتون، ملح بهار. بعد ما نحطهم بالصحن حنحط على وجههم فته تشيز. حنبلش فيها. اوكي بس انه مش الشمندر شايف كثير عالي بالسكر الموجود فيه؟ هلا هو بقلبه سكر، هو بوزنه 90% مي تقريبا من الشمندر. فيك تعتبريه مثل الجزر تقريبا. اكيد فيه سكر اكثر، فيه جلوكوز فركتوز وسكروز من جميع انواع السكر، فيه كمان معادن واملاح وفيتامينات. اكيد غني بالمي فمنيح للجسم، مشان هيك بنعمله عصير. مزبوط. فينا ناكله مسلوق، مشوي، اما حتى ني مثل الجزر. ما نقطع فينا نحطه بالمي ناكله مثل الجزر. كثير بلدان بيستعملوا يسحبوا منه سكر. مزبوط. ما عندهم بسمع في سكر الشمندر. ما عندهم قصب سكر اللي بيسحبوا منه السكر، فعندهم شمندر بيسحبوا منه. فيك تستعمليه بكثير اشياء، حتى مع الطبخات. مثلا في شوربات بنعمل شمندر، خاصه بشرق اوروبا. بيستعملوا شوربه فيها شمندر. فلانه عالي بالمي والاملاح، حتى في مده كانوا يعتبروه مثل من السوبر فود. مزبوط، لانه كثير له فوائد الشمندر. فوائده. وعصير، هلا دارج عصير لانه بقلبه سكريات. حتى بالسوبر ماركت بنلاقي فيه كثير عصير شمندر، لانه عالي بالسكريات، بنشط منيح الجسم. وسكر طبيعي عم تاخذيه دغري من فواكه من خضره. طيب بنصح شيء؟ هلا كل شيء بيزيد عن حده اخر شيء بصير بنصح، بس ما بعرف قد ايه يعني. اذا كل يوم نحن اخذنا شمندر ممكن ننصح؟ ما بعرف، هيك اخصائي لازم نسال اخصائي تغذيه اكيد. هناخذ شمندر يعني. انت شايف امرار اخصائي تغذيه دكتور قلب، دكتور دم، هذا بعد دوام، كل شيء بعد دوام. الشمندر اسنان، شو وضعك بالاسنان؟ الشمندر هيدا شوينه شوي بالفرن، لانه شويه شوي بالفرن لحتى نخسر ميته، بس ضل طعمته تصير مكثفه اكثر بقلبه. لناخذ طعمه الشمندر، اكيد قشرناه قبل، حطينا له ملح وبهار عليه، لفيناهم بالالومنيوم وفوتناهم على الفرن تقريبا مدن شيء 15 ل 20 دقيقه حسب حجم الحبه.